هيدي الحكومة رح تبقى ممكن تبقى تعبي فراغ رئاسي؟ انت رايحة على فراغ رئاسي، مع الأسف كمان ما في انتخابات كمان رئاسية. رايحين على فراغ رئاسي ايه مثل ما ليه؟ مبين، لأنه دايما المعادلة احنا بنخبر الأخبار اللي جوا شو بدك، بس مع انه بالآخر ما في ما انتخابات نيابية صارت. أنا بالعكس الوحيد اللي قلت إنه في انتخابات وقت كانوا كل نور الناس عم بيقولوا الجو ما في، العام ما وقت في، كانوا عم بيقولوا ما في لأنه كان قرار الدولي هيك. ولا برجع بقول لك، حتى الموضوع الرئاسي، بموضوع رئاسة الجمهورية لأنه مش حايني المعادلة، لك خصوصا الرئيس هالمرة يلي مثل ما كنا عم نحكي، رئيس الجمهورية اللي بده يجي أولا بده يرعى صندوق النقد، صندوق النقد بده يعمل، بده يكون له حضور كتير قوي لقدام، حتى كمان بإعادة بناء المؤسسات الرسمية للدولة اللبنانية، الوزارات رح يكون له حضور مباشر برأيي بوزارات أساسية مثل وزارة المال وكيفية إعادة بنائها، لأنه نحن كنا بانيين مع الأسف مؤسسات ووزارات، مؤسسات رسمية هي هدفها الـ شو اسمه الزبائنية السياسية، كانت يعني كانت ما كانت مش وفق الأصول المضبوطة. مضبوط نحن مش ناضجين كنا حتى على مستوى السلطة، خصوصا على مستوى السلطة. فإذا هذا الصندوق النقد يلي قبله بدك تمهدي له، يلي بدك تربطي فيه مع الأمم المتحدة، يعني بدك يكون نوع من الرقابة الصارمة أو الرقابة الصارمة الدولية الأممية عبر صندوق النقد الدولي. واثنين، أنت بدك هيدا بده يسبق اتفاق سياسي، تفاهم سياسي لهذا الموضوع. وثلاثة، بده يكون عندي كمان ضخ مال من الخليج باتجاهك أنت مشان ترجعي، هودي كله سوا يعلم. هودي بده يجي على راسه الرئيس الجمهورية ليقدر يرعى هذا مش المشروع. متوفر هذه المواصفات أولاً أبداً. بعد ما وصلنا لهودي كله سوا، كنا نحن كان مفترض ناطرين تفاهم سياسي بيكون بعد الاتفاق النووي، لأنه إيران بارتي موجودة بدك تفوتيها من ضمن إعادة تنظيم جديد. ما حدا يفهمني غلط، أنا ما عم أقول إنه في الوصاية في لبنان رح تكون أممية مش رح تكون لأطراف إقليميين، بس كيف لكن أممية؟ أول مرة الأمم المتحدة يعني، لا أول مرة إنه إيه بطريقة غير مباشرة يعني بطريقة قنعة. وشو صندوق النقد يلي بيتحكم بكل شيء من هلا وبالريح؟ شو هو؟ بس هو بالرئاسة؟ لا بقول الرئاسي هيدا الرئيس يلي بده يجي، الرئيس يلي بده يجي بده يرعى كل هذا الموضوع، وايضا الدعم المالي الكبير يلي رح يجي من الخليج. هيدا بعد ما قال اوانه اولا. ثانيا، عندك الصراع جوا يلي بده يقوا عليه هلا من بعد ما تخلص الانتخاب، بعد ما يفل رئيس جمهورية. طيب انت مين عندك معلن هلا؟ سلمان فرنجي، ما هيك؟ بدك تشوفي اولا حزب الله كيف رح يتعاطى مع ترشيحه، رح يتبناه، انا مش عم بقول هو طبعا هو مؤيده، بس رح يتبنيه بشكل علني بالطريقة اللي دعم فيها انتخابات الرئيس عون ولا لا؟ اثنين، كيف رح يتعاطى التيار الوطني الحر مع سامي فرنجي رغم انه صار هلا عم يتقربوا مع بعض، بس صار انا في برايي جو ايجابي، بس برايي بعده بيعتبر جبران باسيل حساباته مختلفة كليا في موضوع الاستحقاق الرئاسي. ثلاثة، بدك تشوفي حتى الفريق الاخر، يعني الفريق القريب من السعودية او الفريق القوات او الفريق الثاني كيف سيتعاطى؟ انا برايي رح يكون عنده مرشح في هذا الموضوع. طيب الجدي فيه سليمان فرنجي صحيح، بس لكن لا يكتمل ترشيحه ليوصل الرئاسي بده موافقه خليجيه. لهلا بعد السفير السعودي كانت لافته، لهلا بعد ما زاروا لسليمان فرنجي ما بيعني انه هذا رح يكون موقف نهائي، بس انه بالاخر هذا بيكون معوزه. هيدي بدها وقت مع انت بس بده يكون في عندك الوقت. ازمات، لا وقت من بعد لا من بعد ما ينزل رئيس الرئاسي الجمهورية، يعني من بعد ما ينزل رئيس الجمهورية، مش هيك عم نقول في فراغ رئاسي بعتقد انه مش قابل لانه يكون طويل كتير. شو يعني عم نحكي عن اشهر، ربما توصل لحد السنة حد اقصى. هل يمكن انه يكون رئيس وسطي هذه المرة؟ انا برأيي رح يجي رئيس وسطي. برأيك ما في امكانية هيك؟ اذا عم نحكي عن هودي، عم نحكي رعاية دولية مال خليجي، والوقت ذاته بده يكون رئيس كمان ما يعني حزب الله يكون موافق عليه. شو بتطلع معك النتيجة؟ رئيس وسطي، بس رئيس وسطي مش يعني رئيس ضعيف، فرق. إذا توفرت المواصفات قائد الجيش واحد منهم؟ أنا برأيي إيه موجود واحد منهم أكيد، واحد أساسي منهم صحيح. في موقف سعادة السفير من الولايات المتحدة بهذا الاستحقاق أو صورة عامة؟ يعني بنلاحظ انه برئاسه مجلس الوزراء بتطلب انه ما يكون في حضور لوزراء حزب الله، بس هل هذه المره رح تطلب انه أمريكا الرئيس ما يكون حكومات صديق لحزب الله؟ فيها وزراء من زمان، فيها وزراء لحزب الله، هل لا تتعاطى معهم مباشره هذه ايام التفاهم النووي؟ وهلا بعدها هلا شو انه كمان
مين؟ حتى السفراء ممكن يزوروا وزراء لحزب الله مش هيك؟ لا بلا لا يعني لا سفراء يزوروا حزب الله شو اسمه حميدي اللي راح على واشنطن مظبوط 2004 مظبوط مظبوط ايه تراد حميدي راح على واشنطن لا بالنتيجه المجتمع الدولي وامريكا منه دائما بيقولوا انه نحن بعد استحقاقات الدستوريه ان تجري بموعدها يعني هذا موقفهم الرسمي وهن بفضلوا هالشيء هيدا خاصه انه عدم انتخاب رئيس جمهوريه هلا ودخولنا بالفراغ سيؤدي الى كوارث اكثر من الكوارث اللي نحن فيه خاصه انه من الممكن انه تضل حكومه تصريف اعمال يعني مع كل هالضبابيه اللي بتلف الوضع بقى اذا عم تسالي على المجتمع الدولي كيف بده يتصرف انا باعتقادي المجتمع الدولي سيسعى الى ان يكون في انتخاب لرئيس جمهوريه هل ينجح هيدي عايدي قلنا اذا بدنا نضل نحن بهالصراعات الداخليه ممكن انه المجتمع الدولي ما ينجح يعني انه بالنتيجه هيدي عايدي قلنا نحن كيف بدنا نتصرف وكيف بده يصير الانتخابات انا هيك بشوف دكتور بلال نحن قربنا نختم الحلقه عم نحكي عن حكومه ممكن تبقى لا ختام العهد هذا انتحار تصريف اعمال انتحار البلد يعني السيناريو عم بحطه الاستاذ جوني بعرف انه سيناريو موضوعي مبني على معلومات ومعطيات وتحليل بتمنى ما نوصل له هل بيحمل البلد سنه؟ لا وين حصير الدولار؟ مزبوط وين حصير الناس؟ يعني انا بدي اقوله حتى ملف التنقيب ممكن ينطلق هل المعادله الاقليميه الدوليه قدر دائم علينا؟ ما فينا ننتج شيء محلي؟ ما فينا نعمل هالتسويه بالرئيس الوسطي قبل بوقت؟ هل ما عندنا هالوعي الوطني الاجتماعي اذا بدك الحس بس الرئيس الوسطي اضعاف للرئاسه يقال يعني خصوصا بعد عوده الجنرال عون وخروج سمير جعجع ما بقى فينا دائما نقول اي كتله اي كتله سنيه معه الرئيس مئاتي اليوم اذا بدك تقولوا على هالمعادله ما نطلع من هالقصه اثبتت هالمعادله فشلها الرئيس القوي هو رئيس كل البلاد القوي مش رئيس طائفته او دينه او مذهبه او منطقته خلصت هي المعادلة أنا رأيي انتهت وعم بحكي بكل صراحة بدون حدا يزعل مني بس الواقع عند السلطات شو بدي الواقع هي الواقع الطائف المريض ما هو روح البلد عند الشيعة مختلف عند السنة أنا عم برضو كل الطوائف مش عم برضو بس رئيس الجمهورية كل الناس بيأكدوا اللي عم بتقوله بالانتخابات لما بعدوا الانتخابات النيابية بين الناس عن هودي وراحوا باتجاه التغيير أو كذا شو عم بيوعم وجهوا رسالة وهي الرسالة إذا استمرت رح تكبر أكثر هتكبر اكثر باتجاه الجميع اوكي فانا رايي لا نحن ما عندنا طرف الوقت والانتظار والتعطيل صار عندنا مدرسه بالتعطيل يقال انه صار الاشتراكي بيضة القبان بالرئاسه يا عمي بدناش نلعب هالدور لا نطمح للعب هذا الدور وحياتك لعنا طموح نلعب هالدور الوليد جملات شاطر لبسكم شاطر في هذا الموضوع بس بغض النظر برجع بقول لك انت عندك مسار صعب وانا بعرف رح يكون صعب بعد بالفراغ الرئاسي مع الأسف رح يكون في عنا أزمات كتير كبيرة مع الأسف سياسية واقتصادية ومالية لأنه ما قادرين ما عنا الإمكانية ويمكن هيدي اللي بتنضج أكتر باتجاه الذهاب إلى اتفاق سياسي يمكن ناطر هذا الموضوع قبل الروحة على انتخابات رئاسة جمهورية بس قبل في صراع كبير